الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الخاتم الأمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب، سيدي يا رسول الله أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، غبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد اللقاء في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأخلاق في هذا الشهر الفضيل المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله النهاردة بنتكلم عن خلق، هذا الخلق هو خلق ذميم، نسأل الله عز وجل أن ينجينا منه، وهو خلق الكبر، وهو خلق الكبر، والكبر بمعنى التكبر، وهو عكس التواضع. ومن خطورة الكبر أيها الحبيب المبارك أنه أول معصية عصي الله عز وجل بها، لما رفض إبليس أن يسجد لآدم، قال الله عز وجل حكاية عن ذلك: وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الله عز وجل على لساني: قال أسجد لمن خلقت طينا. وقال الله عز وجل على لساني: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. لذلك أيها الحبيب اللبيب، احذر من الكبر، لأن أهل الكبر هم أهل النار، كما بيّن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكلمة بطر الحق أي رد الحق، فالمتكبر دائما ما يرد الحق، لأنه يرى نفسه فوق كل حق، ويرى نفسه فوق كل كبير. قال: وغمط الناس أي احتقار الناس، فالمتكبر دائما ما يحتقر من حول حتى يبدو ظاهرة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: المتكبرون يأتون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الخلق. تاني: المتكبرون يأتون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الخلق. والذر هنا مقصود به نوع من النمل، لا ده، هذا يدل على دناوتهم، كما كانوا في الدنيا يسيرون على رقاب الخلائق، يوم القيامة جزاء وفاقا يطأهم الخلق بأقدامهم. والمتكبر هو متشبه بإبليس، شوف إبليس كان بيقول إيه: إلا إبليس أبى واستكبر. كذلك المتكبرون يفعلون هذا الخلق الإبليسي. والمتكبر مصروف عن الله عز وجل، ومصروف عن آياته، ومصروف عن الحق. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن أخطر أنواع الكبر أيها الحبيب المبارك أن تتكبر بعلمك، أن تتكبر بعلمك، كما ذكر الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه الكبائر، قال: وأخطر أنواع الكبر المعلمين إذا علموا وتكبروا بهذا العلم على طلابهم. فيعني أنصح نفسي وإياكم يعني أن نتواضع بعلمنا، وأن نتواضع بأنسابنا، وليكن لنا عبرة وعظة بقول الحسن البصري حين قال: كيف يتكبر ابن آدم وقد خرج من مجرى البول مرتين، كيف يتكبر ابن آدم وقد خرج من مجرى البول مرتين، يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ماذا في بطونهم، ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب، أقصر فإنك مأكول ومشروب. المتكبر أيها الحبيب اللبيب يعني مثل السنبلة الفارغة، رأسها شامخ ولكن بطنها خاوي. والمتنبي يصيغ هذا في بيت شعر يقول: ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ، والفارغات رؤوسهن شوامخ. والإمام علي رحمه الله يقول أبيات جميلة، يقول: حقيق بالتواضع من يموت، إذا كنت ستموت حقيق لك ألا تتكبر. يقول: حقيق بالتواضع من يموت،
ويكفي المرء من دنياه قوت، فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم سكوت. وهو القائل أيضا: ودع التجبر والتكبر يا أخي، إن التكبر للعبيد وبيل، واجعل فؤادك للتواضع منزلا، إن التواضع بالشريف جميل، إن التواضع بالشريف جميل. نسأل الله العظيم بفضله ومنته وإكرامه وإنعامه وحسن نواله أن ينجينا من الكبر وأهله، وأن يرزقنا التواضع والخشية، وأن يختم لنا بالخير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء آخر مع خلق جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.